السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا ربي دايما تبقوا في صحة وسعادة وهنا العمر كله. النهاردة بقى احنا ايه ان شاء الله بإذنك يا رب جنالكم فكرة حلوة قوي قوي هنعملها لكم. طبعا اشكر كل المتابعين والمشاهدين، ربنا يبارك لكم ويسعدكم يا رب ويبارك لكم في اولادكم. بس انا لاحظت ان مفيش لايك، واللايك ده بيعمل ان القناة ان الحاجات دي عجباكم، فما دام انتوا بتدخلوا وما بتعملوش لايك يبقى للاسف القناة ممكن تسقط. فاتمنى اللي بيشاهد الحلقة مش هيجرى حاجة، انت كل اللي هتعمله هتدوس لايك بس مش اكتر من كده، واكون شكرا ليكم يعني ان شاء الله. النهاردة بقى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هنقول الاول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشرف خلق الله، وبسم الله الرحمن الرحيم. دايما ابدأي في اي حاجه بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وبسم الله الرحمن الرحيم. ربنا دايما بيبارك وبيرزق كل واحد يا رب باللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا انا جبت ايه حبه صغيرين، يعني ما جبتش كتير بحيث ان انتوا اللي عايز، يعني انا كمجرد فكره مش اكتر، يعني انا جبتها كفكره هقول لكم عليها لكن انتوا براحتكم. انا جبت بالظبط دول بخمسة جنيه، دول بخمسة جنيه ايه فول سوداني. فول سوداني ده انا بجيبه ما بيكونش عليه ملح ولا محمص، بيكون ني زي ما انتوا شايفينه كده. حلو. انا اللهم صل على النبي عملت ايه بقى، قرقشته شويه في الكبه. بصي كسرته حبة صغنطين كده، بصي حبة يعني مش الواحدة بوحدتها، لا كسرته يعني كل واحدة بقت نصين كده ربعين. المهم ايه خليته حاجات صغيرة. حلو. طبعا احنا ايه هنجيب الحاجة اللي احنا هنعمل بيها وهتشوف الفكرة الجميلة اللي احنا بنقول عليها. طبعا اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. كل اللي هنعمله طبعا في لون اسمه هم يعني ايه ممنوع ان انت تقولي الشركه او كده، لو انت عايز تعرفي قولي اكتبي في الكومنت وانا هقول لك فين المكان. اللهم صل على النبي. احنا بنجيب اللون ده لون اخضر، بصي كفايه قوي. حلو. بعد كده بنجيب بصي معلقه واحده ميه، بص اهي مش اكتر من كده. بصي بص اللون بقى عامل ازاي جميل ازاي، بس المعلقه بقت عامله ازاي، بس اللون بس مش اكتر من كده. حلو. بجيب طبق او صينيه بقى زي ما انت عايزه، بس انا عشان جايبه حبه صغيرين انا قلت اوريكي بس تجربه. بصي بفضيه كده، بصي على فكره اللون ده مصرح بيه وزاره الصحه يعني هو حلو جدا ملوش اي ضرر. انا هقول لك المكان ومكان كويس جدا، الناس كويسين صراحه ومحترمين. بص بتعملي ايه بقى، بص بتحطي نقطه، بص بتقلبي، بص اللون بقى عمل ازاي. انا هقول لك ده هيبقى ايه، بصي تحطي لون، بصي اهو، بص اللهم صل على النبي، بصي بتقلبي، بص الله اكبر، بصي اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ايه محتاجين تاني، بصي هو كده، لكن احنا عايزين ايه نلونه جامد، نقوم نحط بصي نقطة تاني، بص اهو اهو كده كمان هيلون قوي معايا. حلو. انا طبعا مش هينفع نحط بالمعلقة، اللون هيبقى ايه، بص اهي كمان كترنا قوي مش مشكلة، هما حاجة تقلبيه يعني في المية كده تقلبيه. تيجي بقى هنا بصي تقومي لي رش كده عليه، بصي اهو، بصي اللهم صل على الرسول عليه الصلاة والسلام، بصي تقلبيه كويس اهو. بصي انتي لما تقلبيه كل ما تقلبيه كل ما اللون ده بيثبت، بصي
اقول لك ده ايه. شفتي الفستق اهو ده بالظبط، احنا بنستغنى عن الفستق. الفستق غالي جدا، مش عارفه غالي ليه يعني، ما المفروض الفستق ده يرخص لان فيه برضو قيمه غذائيه حلوه، والفول حلو ما شاء الله برضو. احنا ربنا جعل لنا في حاجات بتبقى بدائل تبقى حلوه قوي. بصي ده كده بالظبط بيبقى فستق. استعجلنا على الفستق الحقيقي بالفستق ايه الكذاب. بصي مفيش اي مشكله، كل اللي بتعمليه بصي مفيش اي حاجه. طبعا انت مشغله الفرن، بصي مفيش اي حاجه غير ان انت بصي بالشكل ده. بصي اهو مفيش اي حاجه. انت بقى ما بتحطوش في دي، تحطيه في صينيه ألمونيا وتدخليه الفرن بصي يشمع بس، وبعد كده تسيبيه يبرد على الاخر وتحطيه ببرطمان، وده يبقى عندك اجمل فستق في البيت. تعملي بقى الكنافه، تحشي القطايف، تحطيه بقى على البسبوسه من فوق كانه فستق. عايزه تفرميه اكتر من كده عادي، بعد ما تعمليه ابقي اديله تاني فرمه في الكبه. بصي بيبقى جميل في منتهى الجمال. بصي فستق 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 حلو جدا. بصي اهو في منتهى الجمال عملناه. وبعدين على فكره اللي بياكله بيتغش فيه، يعني ما حدش بياخد باله ان هو ايه مش فستق. حلو، بس مش اكتر من كده. كل اللي بتعمليه ان انت بقى بتجيبي صينيه ماشي، وايه وتحطيه في الصينيه. بصي الله اكبر عليه، جميل جدا جدا. افضلي بس تقلبي فيه عشان ايه اهو الكاميرا بعدت شويه. قلبي يعني، اهم حاجه ان انت تقلبيه كويس. بصي ان اللون بيبقى مختلط لسه، في حبه مختلط وحبه لسه اهو. جميل، بصي جميل والله وحلو جدا، حاجه من البيت موجوده عندنا. وعلى فكره الازازه بتاعه اللون دي مش غاليه والله، يعني هي انا مش فاكره هي بتقعد سنه او على حسب استعمالك، بس انا ما شاء الله يعني بتقعد بتقعد سنه حلو. بس انت بتحطي نقطه يعني بتحطي كتير، انا ما اعرفش بقت بكام دلوقتي. انا كنت جايباها يعني كانت رخيصه، هي مش غاليه قوي. بس مش اكتر من كده. بصي اهو فستق ولا مش فستق؟ فستق ونص كمان، فستق ونص اهو. احلى فستق هتحطيه للايه على الكنافة، على كل حاجة حلوة. تحشي بيه القطايف، تحشي بيه الجلاش. بصي ومنتهى الجمال. وبعدين على فكرة اللي بيشوفه ما بيدوش خالص ان هو فول سوداني، ان ما شاء الله يبقى باين ان هو ايه فستق فستق. يعني ده في ناس بتتغر فيه وتحب تاكله جامد. الصلاة على النبي، عملناه في ثواني. الالوان دي بقى في منها احمر، انا جايبة كل الالوان، في احمر في اخضر في اصفر كل حاجه، بس اهم حاجه تستخدميهم ازاي. انت لو عايزه الالوان دي قولي لي وانا اقول لك المكان فين، ورخيصه مش غاليه، والناس اللي بتبيعها ناس محترمه جدا، محل محترم جدا، واللي فيه بنات زي السكر، ربنا يبارك لهم يا رب. وبجيبهم وبحطهم في علبه زي دي كده بصي، وبغطيهم كده مش اكتر من كده، وبشيلهم عندي في الثلاجه او بره الثلاجه مش بيجرى لهم حاجه. وادي احنا الفستق عملناه بصي بالصلاة على النبي زي الفل اهو. اقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.